كنت تعرف 7 أكتوبر هو الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى، وذكرى هذه نحن قاعدين نحضروا لها منذ أسابيع قبل 7 أكتوبر. حبينا نعملوا مسيرة كبيرة في تونس باش توري أنه راهو الشعب التونسي راهو متضامن مع الشعب الفلسطيني، متضامن مع الشعب اللبناني، ومتضامن خاصة مع المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، وأنه 7 أكتوبر بالنسبة لنا باش يكون كيما هو تضامنا وتنديدا بالمجازر وبحرب الإبادة اللي جي، كيما هو زاد تذكيرا وانتصارا لعملية طوفان الأقصى. فبالتالي المسيرة كانت تحمل الرسائل هذه الكل، كيما كان فيها دي بونكارت على الإبادة، كيما كان فيها مجسمات متاع صواريخ رمزية للمقاومة ولدعم المقاومة. حضرنا المسيرة هذه منذ تقريبا أسبوعين قبل 7 أكتوبر، وخرجنا بها نهار 7 أكتوبر من باب الخضرة وصولا إلى أمام سفارة فرنسا. هذا هو الاتينيرير اللي أعلن عليه في الفيسبوك وفي وسائل الإعلام مسبقا. كي وصلنا لسفارة فرنسا كانت عنا برشا معناها حاجات احتفالية، كان عنا علامات، كان عنا شماريخ نضربها في السماء كل مرة في المسيرات الكل إلى آخره. فما رعنا إلا وقت اللي نضربوا في الشماريخ في السماء تدخلوا أعوان الأمن، وعنا فيديو معناها يثبت الشيء، لا تدخل أعوان الأمن وحبوا يفكوا الشماريخ. فكي حبوا يفكوا الشماريخ بك العارك ما بين المظاهرين اللي يمسكوا الشماريخ وأعوان الأمن، شماريخ ضربت معناها اللوطة مضربتش الفوق وتعدت بحث الأمنيين. فيبدو أنهم لقاوا على الشمروخ هذايا اللي تعدى بحثهم مصوغ باش يتم الهجوم على المسيرة بأطفالها ونسائها، معناها بشكل مريع بشكل كبير، باستعمال الغاز المسيل للدموع، باستعمال العصير، باستعمال المطركات، باستعمال بيران متاع حديد، باستعمال حجر، باستعمال بدابس، وتم الاعتداء بالعنف الشديد على المسيرة هذه. سبعة أكتوبر في الليل هبط بيان متاع وزارة الداخلية. البيان هذا معناها كان كله مغالطات، كان مخالف للحقيقة اللي صارت، وكان فيه إدانة تحريض كبير على منظمين المسير. فالحقيقة نحن من 7 أكتوبر في الليل في وسط تنسيقية العمل المشترك معنا تداولنا وعارفين أنه باش تصير فما إيقافات، ما عندنا حتى خوف، لنا عاملين حتى شيء، لنا متجاوزين حتى شيء، ندعم في المقاومة ونشاطنا معلوم. لكن الحقيقة ما فما حتى واحد فينا تصور أنه بش يكون فما مداهنات بالطريقة ذيك. أنا راني تهزيت من داري برشا مرات بما فيها قبل الثورة في وقت بن علي، وما عمري ما تهزيت بالطريقة ذيك. تهز دق عليك الباب، كان ما تحلش ينجم يخلع عليك الباب، الأخر يقول لك هيا معايا، يغزر لك وين مشيت باش ما تهز حتى شيء، ويهزك ويطلع في الماتس. اللي صار أنه نحن قاعدين في الدار، الباب دق دقة واحدة، دق أنا قلت شكون هما، خلعوا الباب 6 من الناس، مع 6 اللي دخلوا بخلاف اللي قاعدين برا، دخلونا في وسط الدار، ضربوني بوني على وجهي، هزيت يدي نقتلهم بشوية ما تضربونيش قدام صغاري، عندي صغار، ضربوني بوني على وجهي، كسروا لي اللونات متاعي وبدأوا يكركروا فيه. ونشوف ورايا من التالي الجماعة الآخرين دخلوا لوسط الدار لوسط الصالة يضربوا في جواهر مرتي، ويفكوا في التليفونات ويهزوا في الأورديناتور. وولادي صغار، يسار ولدي عمره 6 سنين وصمود عامين يبكي وزوز، ويسار دخل بعضهم مش فاهم شنو يعمل، يقول له ما تهز الأورديناتور متاعي ذاك، ما تهزوش، يقول له في الكلام الزايد ولد صغير ويدز فيه. ومرتي تقول له هذاك انا جبدت نهبط في الدروج، اللي هبطوا فيه بالصيف في الدروج، ومرتي تقول له هذاك ولدي، هو يقول مازال تتكلم هالكلام الزايد هذا والى اخره. يعني مشهد قدام زوز صغار مروع، معناه بطريقه انا ما عشتهاش، قد ما عشت برشا فترات خايبه ما عشتش حاجه كي من هذيك. مشينا بحثنا، ما راعنا ندخل نلقاو التهمة الأولى في البحث. قلت له شنية التهمة؟ التهمة هي تكوين وفاق قصد إحراق منشآت دبلوماسية وتعمد اعتداء بالعنف على أعوان الأمن الحارسين لها. قلت له شنية التهمة هذه؟ وعلاش جابوا فينا الجورجان؟ كنا احنا عاملين وفاق باش نحرقوا السفارات، هزونا المقاومة الإرهاب للعوانة، أنتم تعرفوا احنا معنا الشيء ذاك، وعلاش جايبيننا لهنا؟ قالوا لي هاي باش تبحث، قالوا لما ما يجي المحامي، قالوا لي لا نص ساعة بالقانون وفات، قلنا لهم يا يدخلونا محامينا ولا هزونا البشوشة للإيقاف. فبعد شوية دخل المحامين بدأ البحث. بحثت أنا وزواهر مرتي، معنا لؤي الخماسي اللي هو تهز قبلنا تقريبا بدرج من الدار بنفس الطريقة. بحث كامل 7 أبحاث
كوبي كولي، نفس البحث، نفس التهم، نفس كل شيء منسوخ ويتبدل عليها من لوطة اسم العون اللي كتب التقرير، ما فما ولا حتى تهمة موجهة لنا بشكل خاص، حتى تهمة. معناها لا فما شكون قال ضربتونا، لا فما شكون قال عملتون، يعني توصيف للمسيرة، ومن بعد نحن متهمين. باش متهمين انا حتى شيء، مرتي حاطين لها قامت بالبوساق، معناها هزينا من الدار فرقه المداهمه نتاع الجرجاني عقب الليل، ومبيتنا في الجرجاني حتى الماضي الساعه بتهمه البوساق. فنحن المداهمه اللي صارت خلتنا نعرفوا نتوقعوا انا نحن ماناش مروحين، انا نحن باش نمشيو للحبس على خاطر وقت اللي ما معناها يحبوا ما يوقفوكش يبعثوا لك استدعاء تبعث وتروح، مداهمه معناها باش يوقفوك. فنحن كنا حاسين انه مش يوقفونا، زدنا شفنا الابحاث هذيك ما فيها حتى تهمه موجهه لنا، حتى تهم معناها جايبينك على حد شيء. زدنا تاكدنا انه نحن باش يهزونا الحبس خاطر ما دام ما فما حتى تهمه ما فماش علاش يعملوا الشيء هذا الكل. ومن بعد ماضي ساعة متاع الليل، أعتقد أنه بـ 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 بالضغط اللي صار معناها خاصة من الأصدقاء والمنظمات والرأي العام اللي سندنا ياسر، ينجم يكون الضغط ذاك أدى إلى أنه ماضي ساعة متاع الليل قالوا لنا أخرجوا، علما أنهم هما كما قلت كانوا ناويين يحتفظوا بنا، ودليل أنه مع نص الليل غير شوية البحاث يحكي مع المحامي متاعه يقول له اسمع خلي يبحثوا في ثلاثة اليوم مش ما يتعبوش ويروحوا ويرتاحوا في بوشوشة، وغدوا يجيوا يبحثوا على ثلاثة الأخرين. يعني تقريبا كان في مخهم احتفاظ حاصل، بعد النيابة ما عطتش احتفاظ، وهذا ممكن في تحاليل سياسية أخرى. عناصر تنسيقية ما عندهمش نفس القراءة السياسية ونفس المواقف السياسية. في السياسة في وسط التنسيقية عندنا شكون ما عندوش مشكل مع قيس سعيد، عندنا شكون معارض لقيس سعيد، عندنا شكون صوت المغزاوي، عندنا شكون قاطع انتخابات، يعني فما اختلاف كبير في الآراء السياسية. لكن اللي لمنا واحد، اللي لمنا هما دعم الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة، وبالتالي علاقتنا بالسلطة في تونس من أول نهار من 7 أكتوبر قلنا سنحددها بمدى موقفها من القضية الفلسطينية ومن المقاومة، وحددنا موقف السلطة من القضية الفلسطينية ومن المقاومة اللي هو موقف اسمه الثرثرة. الثرثرة يعني موقف سياسي خليني نقول مشرف جدا وممتاز ومحترم، فلسطين من البحر إلى النهر، تحريرها كل حرب تحرير، يعني تقريبا نجم نقول بكل ثقة في النفس أحسن خطاب متاع أحسن متاع في الدول العربية الكل في علاقة بفلسطين. ولكن يجي نمشيو للممارسة، في الممارسة شنو صاير؟ قانون تجريم التطبيع وقت اللي جاء باش يتعدى، رئيس الجمهورية هو اللي تدخل شخصيا ويكلم رئيس البرلمان ويقول القانون هذا ما يتعداش. سفير الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو سفير أكبر دولة تمول في الإبادة الجماعية يدور ويصول في تونس ويمشيوا للوزراء وزير الخارجية وزير الاجتماعية، يمشيوا له في السفارة يحتفلوا ويتصوروا بالجتو، يمشي للمحاكم يدشن في محاكم يدور تستقبل فيه ولاد السفير الأمريكي، تستقبل فيه رئاسة الجمهورية. التعامل الأمريكي بحفاوة ما صارتش حتى قبل مع ناس تدعي أن هي متاع أمريكا أصلا. نفس الشيء بالنسبة للملف الأمني، المناورات العسكرية مع أمريكا تكثفت بما فيها المناورة الأسد الإفريقي الأخيرة. تونس ما زالت محافظة على نفسها كعضو في حلف الناتو. يعني تقريبا لا يوجد أي أثر للخطاب في الواقع، الواقع مخالف تماما. حتى في حاجات بسيطة حبينا نعمله، قافلة خرجوها من تونس نوصلوها لغزة قبل ما الاحتلال اللي يسكر غزة، وقتها ما زال فما معبر رفح مشيرة مصر ومنشيرة فلسطيني، الخارجية التونسية والداخلية التونسية ما سهلت الناش الخدمة متاعنا. نفس الشيء بالنسبة للتبرعات غيره. فاللي نلمسوه أن الخطاب هذا ما عندوش حتى أساس مادي، وعلى هذا الأساس كان موقفنا في التنسيقية من السلطة التونسية. في علاقة تعاطي السلطة الأمنية مع تنسيقية العمل المشترك ما تعرضناش إلى حاجات كبيرة، تعرضنا لبرشة تضييقات بنشاطاتنا معناها يتم التضييق عليها، لكن ما تعرضناش القمع مفتوح إلى حدود 7 أكتوبر. نهار 8 أكتوبر 7 أكتوبر في الليل تغير التعامل الأمن. نهار 8 أكتوبر معناها احنا عنا معطيات وعنا مصادر، والواقع أثبت المعطيات والمصادر متاعنا أنه فما السعي من سفارات الداعمة للكيان الصهيوني
إلى تصنيف تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في أقصاه كتنظيم إرهابي وفي أدناه كوفاق إجرامي. وهذا الضغط اللي صار على 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 السلطات التونسية السياسية والأمنية هو اللي قاعد يؤدي اليوم إلى الممارسة الجديدة هذه. المسؤول الأمني اللي هز البوق في شارع الحبيب بورقيبة ويقول لنا يا تنسيقية العمل المشترك هذا آخر تحرك تعملوه في شارع الحبيب بورقيبة. ليلتها باطنا بيان، في البيان فيه 7 نقاط، نقطة منهم متعلقة بالسلوك متاع الكادر الأمني هذا، وهذا راه ماهوش مجرد أمني، أنا نتحفظ على ذكر اسمه ورتبته، لكنه مسؤول أمني كبير. والمسؤول هذايا هبطنا عليه في البيان وفي الوضوح، قلنا إما يعتذر للشعب التونسي على الكلمة اللي قالها إذا كان قالها في إطار سخن هو شد البوق في الشارع، وإلا يجب تتم معناها محاسبته وفي الأقل على الأقل إقالته من مهامه معناها في تحقيق إداري. لأنه يعني الحقيقة الجملة اللي قالها في 10 سنين اللي فاتوا بعد الثورة ما كان يجرأ يقول حتى حد ما كان ينجم يقول هذه آخر مسيرة للشعب التونسي، وحتى حد ما كان ينجم يقول كلمة ما تستحقوش الحرية. حتى كيف تتقال الكلمة في تراكن في قهاوي متاع توانسة مستحقش حرية، ما يتجرأش واحد يقولها بس بالقوية، خلي في مسؤول أمني كبير وبميغافون وفي شارع حبيب بورقيبة وقدام مسيرة، يعني شيء خطير جدا ووجب محاسبته. تقول لي أنت هل هو تصرف فردي أم هو تصرف معناه سياسي؟ نحن ريناش محاسب الأمني هذا، ما ريناش، وبالتالي معناه اللي يعمل تصرف فردي راه يتحاسب. كي واحد يعمل حاجة ما يتحسبش، يعني الجهة اللي معاه دعمت، يعني وزارة الداخلية تقول له ايه قول اللي تحب وما نعمل لك حد شيء، يعني رئيس الدولة يقول له ايه قول اللي تحب ما نعمل حد شيء. هذا نحن شنو نفهمه في السياسة؟ هذه الدروس الابسيدين تاع السياسة. تصرف الفردي يتم محاسبته، ما لا يتم محاسبته عليه فهو يلزم المؤسسة اللي ينتمي لها الشخص هذا. وبالتالي اعتقد أن الخطاب هذا يعبر عن توجه سياسي وأمني لمن تظاهرت بشارع الحبيب بورقيبة. هل سينجحون في ذلك أم لا ينجحون هذه مسألة أخرى، ما همش أول وحيد يحاولوا. بن علي حب يمنع التظاهر في شارع بورقيبة، النهضة حب تمنع التظاهر في شارع بورقيبة، الباجي حب يمنع التظاهر في شارع بورقيبة، ولي تونس اللي ولا بعد وزير الداخلية وأقلوه حب يمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، ما نجح حد. والامني هذا اللي راه ماهمش باش ينجحوا في منع التظاهر شارع الحبيب بورقيبة، على خاطر الشعب التونسي اليوم مستحيل يتراجع على حاجه اسمها حريه التظاهر. بالنسبه لنا كتنسيقيه نحن بطبيعه الحال التهديد هذا نعتبروه معناها مساله معناها تافهه. بطبيعة الحال مسيراتنا متواصلة، تحركاتنا متواصلة، نحن مبرمجين عدد من التحركات في شارع الحبيب بورقيبة بالذات بعد التهديد الأخير، وعنا تحركات العادة اللي هي ديما مكانها وين فهمها أنشطة متاع سفراء والمؤسسات الداعمة للعدوان، وين فهم منتجات صهيونية، وين فهم مصالح صهيونية، وين تلقانا نحن نحتاجوا هذه شارع الحبيب بورقيبة نجيوه عموما اللي يبدا فما مجزره، والا نجيوه باش نمشيو لسفارة فرنسا وباش نبقاو نجيوه. مش كيقول المسؤول الامني الحديث هذاك، يقول 1000 مسؤول امني 1000 حديث. Thank you.